السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في الحلقة الثانية من ستراند الديب. أشكر دعمكم ولايكاتكم وكومنتاتكم في الحلقة الأولى، وسعيد جدا أنها ناسبتكم، ونقول الدي 2 بسم الله. طبعا الكومنتات والله اللي جتني يا أنه يقولون لي يا بالحلال ترى ما أخذ راحتك كثير أنت، وبديت يعني أشك في الوضع أني متأخر كثير. ما عليكم، الكلام اللي أكتبه في الكومنتات مدرك الوضع والوضع تحت السيطرة، والله أني تعرف اللي حاس أنه جايب العيد بس ما وده يعترف، هذا وضعي ترى جديد على اللعبة وحس اني متأخر. طيب خلنا نشوف الساعة الحين، اليوم الثاني، كيف 2 بالليل؟ اتذكر اني نهيت تصوير بعد ما نمت او اني سيفت قبل انام. العموم الظاهر سيفت قبل انام، وهذه فرصة اني اجلس الوت واجمع الشغلات اللي موجودة في الجزيرة قدر الامكان، لانه صراحة في غلطات كثير. أشكركم على ملاحظاتكم اللي حطيتوا ليها في الكومنتات، من ضمنها أني جالس أشل الأغراض كلها معي وهذا شيء غلط. بخلي بس معي الفاس أو السكين اللي أحتاجه في التكسير والسبير حالي، يعني مثلا مفروض أجلس أوزع مثلا الصخور في منطقة، هذا أرجعه قبل لا يضيع على قول هنتر أتاتش، لأن صراحة ما لها داعي، إذا ضاع ما راح يجيني واحد ثاني. هنا معي بس باقي الأسلحة، افكر اخذ لفة كاملة. اعذروني الوضع بالليل، فانا بسوي سكيب الظاهر للتلويث، لانه صراحة مش واضح عندكم، ففي بعض الامور من التلويث بحاول اني اسكبها. طبعا احدى الملاحظات اللي كانت عندي ان هذا اللي هو السعف النخل تقريبا اسمه، يمديني اخذه تقريبا كله دفعة واحدة، بس كيف؟ ايوه شوف، برس اي يصير عندي فلمنتوري، هذا هو انهم كلهم مع بعض، ويصير 4 ستاك زي كذا، 2 ستاك تشوفون من هذا، يصير عندي 4 ستاك بدل لا قصقصهم يكونون كلهم مع بعض. انا مستغرب، كان فيه 2 لوج مفروض يكون، ليش صار عندي لوج واحد؟ من كل نخلة مفروض 2 لوج، وهذا اتوقع في وقت لازم اني انام قبله. والله ما ادري هل يصير شيء اذا ما نمت، تقريبا لي لازم انام. شوف الحين العطش، شو ناقص العطش عندي كثير. خلنا نشوف لي كوكونات ولا اي شيء، هذه في واحدة ظاهر نشوفها، خلنا بشربها وبنام. نعطيها كسرتين وبعدها يمدينا نشرب. ما زال عندي موضوع الماي لازم اخلصه بسرعة، وهذا المشن اللي حاليا عندي. hold e to sleep you can only sleep at night، راحت علي والله، لان الفجر الحين الساعة 5:30 يا حبيبي، متى بتنام؟ اصلا اقوم 6:45 اذكر. يلا ان شاء الله انه ما في تأثير من النوم، اصلا متقربش من موضوع الليل، بس يلا هذا بعد ممكن نكسره. وهذه احد الملاحظات اللي جتني انه قال لي اكسر ويصير عندي 2 اكلهم. طبعا هذا اخذته بغلط الباباي بلانت، وهذا الشروق يا اخوان، والله الجرافكس رهيب، لكن اتمنى ان الجرافكس بعد يكون كويس عندكم باليوتيوب، يعني تعرفون الرندر يخفف من جودة الالعاب. فالعموم في سفن لازم نستكشفها، وسمك ودي اصطاده، وجزر ثانية يعني. بس اليوم الثاني اللي هو هذا اللي الحين بديناه، مفروض اني ابقى في هذا الجزيرة بعدين اتحرك، هذا اللي فهمته تقريبا. ما اطول كثير في المدينة الاولى، الوتها بسرعة قدر الامكان، وبما اني هذه الامور راح نحتاجها بعدين راح احاول اقربها، ما اعرف ايش استخداماتها، بس نحاول نقرب كل شيء قدر الامكان او اللوت، عشان يكون الوضع من جد يكون تحت السيطرة، وما نضطر نبدأ تخزينة ثانية، وهذا اللي صراحة خايف منه، أحس أني تايه شوي، ولكن إن شاء الله أني بدرك الوضع. ببدأ على أطراف الجزيرة ألوتها. موضوع الرسبون أن إيش اللي يرسبه من جديد، أتوقع أن هذا كله ينمو، هذا اللي فهمته، يعني مثلا النخل برويكم بعد شوي تشوفونه كذا صغير، لو تذكرون اللي كان عند الكامفاير كان ضايقني الثلاثة هذلاك، هذا لا ينمون مع الوقت. هذا الوود ستيك من اكثر الشغلات اللي راح نحتاجها، والصخور لاني اخذت لي لفه على الكرافتنج ايتم، وهذه تقريبا من اكثر الشغلات المهمه. هذا ايش الازرق؟
ما ادري غريب موضوع النخل برجع له، بس اذا كان في كوكنت نفس هذا راح اخذه على السريع. راح اجمع المصادر الثانية زي اليوكا تري هذا، مهم جدا. عاد صراحة هذا مكانه غلط، مفروض انه ينزل منه اربعة وللأسف ما اشوف اي شيء، ما اخذت منه الاثنين. يمكن عشان النبتة ما طلعت كاملة او النمو لسه ما خلص كامل، الله العالم. انا اقول بحاول اركز على اطراف الجزيرة بس ما زلت كل شوي اشطح داخل. الصخور هذه مثل ما قلت مهمة. اوكي شوف الانفنتوري الحين فل تقريبا almost، يعني خدت لفة على الاطراف كاملة. هذه المنطقة واسعة ممكن اقلبها للستور تبعي. واحدة المعلومات الثانية اللي جتني ان الكوكنت هذا، طبعا يا شباب حاول ارتب قدر الامكان الامور day one survived. اوكي يعني احاول اجمعها كذا حواليني قريبة من الاماكن. هذا اللي اقول لكم عليه الصغير هذا انه ينمو. فحسيت المنطقة هنا ضيقة، هنا ارتب كل الامور في هذا المكان. الكوكنت مشكلته انه يدحرج. اما امتي هذه كسرتها، بس يقول لي اقدر اقلبها الفلاسك زي القارورة كذا اشرب منها. اوكي هذا اللي فيها الماي. طيب بالنسبة لليوفي هذا اللي فوق يا شباب على اليمين مكتوب لنا حاليا انه ما في اي تأثيرات تقريبا علي، فهذا اللي فهمته. يا سلام شوف كيف الخشب يترتب، تقريبا كل ثلاثة يترتبون، اذا حطيت اكثر من ثلاثة ما راح يترتب الشكل. فخلنا بنقل الاغراض هذه كلها. هذا الحطب جدا مهم. السبير هذا، الاسلحة مفروض اني اخليها على الطرف هنا قريبة من القارب. صير اشيل معي هذا، خلنا بكسره بعدين. الفايبر ليف هذا خلنا نحطهم هنا. الصخور نحطها هنا. هذا الباباي وهذه النبتات الصغيرة وهذا السعف نحطه مع بعض هنا وهذا الحطب هنا. يعني تقريبا الترتيب لك عليه، بس اهم شيء انه يكون مصادر متقاربة. يعني نفس ما تقول كذا جالس اضبط الوصفات كلها قريبة مني. يا اخي وين الرمح؟ هذا كنا سمك؟ لا، فيه امور سامة فما ودي اقرب من اي شيء كذا، فهمت علي؟ ما تعرف خواف البحر، خلك بعيد منه. الكوكنت هذا اتوقع لسه مش مكسور بما انه لونه كذا، بس مكتوب امتي. يا اخي لا تدحرج، هذا لازم نحطه جنب الصخرة. مشكلة الماي هذا لازم الحين احلها اول شيء. على العموم الحين نرجع للمشن كرافت ووتر ستيل، خلنا نشوفه. صارت الساعة 11 و طيب خلنا بس نسوي كرافت الموضوع الماي لانه ياخذ وقت تقريبا، المفروض اني استعجل فيه. الووتر ستيل، الووتر ستيل هنا الاسلحة قلنا، الووتر ستيل هذا هو ولا لا؟ هذا هو ووتر ستيل. طيب نسوي له بن هنا، يطلب واحد من الكوكنت فلاسك عندي وبالم فرد. اوكي عندي لاشنج، احتاج واحد لاشنج. الكلوث ما عندي، لاشنج وكلوث. اوكي عشان اللاشنج نحتاج اربعة من هذا، اصلا كلهم اللي عندي تقريبا. نسوي فاست. اوكي حاليا لاشنج خلصنا منه. الكلوث مشكلة، الصخور الثلاثة عندي. الكلوث والفلاسك، الفلاسك هذا كيف اسويه؟ احتاج واحد من هذا تقريبا. في قائمة ثانية، ايوه هذه يتطلب مني كوكنت بس الاصفر قبل اكسره. هذه بعدين احط فيها الماي ووتر سكين الظاهر. لا رحت جزيرة ثانية، ايوه خلنا نجيب هذه الصفرة كويس. الحين خلنا نشوف القائمة الثانية، العناصر الاستهلاكية هذه. اوكي يمديني اسويها، يعني كوكنت قبل اشربه استخدمه عشان اسويه. اوكي اللاشنج ليش اختفى؟ كان يتطلب واحد لاشنج. يا ليل والله اللاشنج هذا مصيبة. احتاج فايبر ثلاثة ضروري بسرعة وقت. يا اخي مفروض الجزيرة هذه بما انها الجزيرة الاولى، يا اخي مفروض يعبونها من
الفايبر شوي. والله لاعبي بيموت من العطش تدرون. انا بشرب هذا اللي عندي. اما امطار، طيب الامطار هذه ما تجمع لي شوي كذا، حط لي مسك يدك واشرب يا اخي. والله حرام المطر هذا، اتوقع انه بيزيد شو اسمه كمية الماي لو امسك هذه. ها عبي يا اخي، والله غلط اذا ما تتعبه، والله هي حرام. ما شاء الله تبارك الله يا اخي، والله انه لو فيه واقعية مفروض انه يتعب. ما يخصني، اللعبة بايخة. طيب خلنا نكسر هذه والثنتين هذا لنشرب سريع. ما خاب ظني ان فيه تأثير سلبي اذا تميت اشرب من والله ما فيها. اهج جزيرة ثانية عشان الفايبر وارجع. والله مرة بعيد، والله مرة بعيد. شوف الكوكنت وين مخبأ. اوكي حصلنا الكلوث الحمد لله، بس الفايبر وين؟ ما عندي الا واحدة المشكلة. اوكي هذا حصلته، المكان اللي قصقصت. انا حصلت اثنتين وهذه الثالثة، مفروض انه فيه رابع. الله يخرب بيت الجلتشات اللي صايرة هنا. مكانه جدا سيء. ايوه حصلته يا اخي. وبعدين امس انا كنت ملوت والله، اني كنت عاد اربعة، عاد في واحدة. يبي لك تدقق مرة عشان تشوفه. حصلنا ثنتين يا اخوان، باقي واحدة بس. حياتي متوقفة على واحد. تكفى يا رب. حصلنا واحد بالغلط. بعدين البرق والرعد وال والله يلا انك ايوه يا سلام يا سلام. وين البتاع؟ وين الرابعة؟ خلاص لاشنج سريع سريع، حطه في الارض، حطه هي مكان يا ابوي. ارمي الصخور هذه، صرف الصخور. طيب احتاج ثلاثة، معنا ثلاثة. وش اللي ناقص يا ابوي؟ هذا معاي، لا تستهبل. تعال انت حاطك هنا عشان اعبي ماء المطر منه. طيب باقي ايش؟ باقي سعف واحد، باقي هذا ما اقدر اسويه، ناقص حجر. اوكي الحين بنحط حق الماي هذا هنا. وين الوتر سل؟ هذا هو، ثلاثة حجر ناقص. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اوكي شوف يوم خلص المطر، استغفر الله العظيم اتوب له. حطها هنا. ساعة كم الحين صارت؟ ساعة خمس. ايوه جمع تكفى يا اخي، عاد في امطار، في امطار. هول تو درينك دقيقة، اثنين بارين. ما زاد شيء اصلا، ما تجمع ماي. اوكي لازم احط سعف اكثر. خلنا نكسر من هذا، خلنا نحط الخمسة النخل هذا كلهم هنا. ما ادري هل لازم اضغط شيء ولا عادي احطهم كذا. لا والله يرمون هناك. تو اد ايه اوكي، اتوقع خلاص كذا يكون معبى. يا اخي شوف، والله العظيم استغفر الله العظيم اتوب له. الحمد لله على كل حال، واضح ان بدايتي حلوه. الحين الاخيره هذه بنشربها وبناكلها بعد وبننام. اليوم الثاني يكون موجهين على احد الجزر كذا اتوقع. اليوم الثاني حاولت يا شباب قدر الامكان والله اني احلل ابو الجزيره. شوف كسرته من غير لا اشرب. يلا ما عليه، مع الاكل يزيد الشرب اصلا. سل كوري يا ربي يا كريم. هذا الواحد مغبون خلاص ما عاد يركز.
شوف الغبنة، شوف الغبنة، الفايبر هنا، في فايبر هنا حاطة. يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد على الفهاوة، يا ربي لك الحمد. جيت أقسم مكانين من بداية اللعبة، ليش الفلسفة؟ والله ما أشوف شيء، بس أتوقع أن الفايبر كان مفروض تجميع مكانه كله هنا عشان يصير أحفظ وخلاص ما ضيع زي تضيع اللي قبل شوي. وهذا طول الليل مفروض أنه يجمع لي. شوف نقاط الماء يوم تطيح. ما أقدر أزيد شيء من السعف، فخلنا نرمي هنا عادي. خلنا نشوف إذا تجمع شيء. أي تجمع. شوف الحين عندي بار ونص، خلنا نقول بنشرب مرة، زاد عندي بار واحد بنشرب المرة الثانية. حلو والله، جميل جدا. لا الوضع في السليم إن شاء الله. يقول لي كرافت هامر، كرافت وود فانديشن. خلنا من الهامر، موضوع الماي هذا جدا مهم. بإذن الله صباح اليوم اللي بعده راح أروح دايركت أصيد في السمك وأجيب لي أكل، وغير كذا راح أستكشف السفن هذا الأربعة خصوصا، ومن بعدها تكون وجهتنا يعني خلاص. الحين الجزيرة تقريبا فضيتها، ما بقى إلا النخل. والله حاولت قدر الإمكان أني أحلل اليوم. أتمنى أن الحلقة نالت إعجابكم. الحين الساعة 7 أو الساعة almost 8. أتمنى أني أقدر أنام، سوي سليب تقريبا أنه نام. أي والله نام. أوكي أنا الساعة 8 الأمور طيبة، وخلنا بنسوي سيف أسريع. وبس يا شباب، أتمنى الحلقة نالت إعجابكم. شكرا على تلميحاتكم في الكومنتات ومساعدتكم، ونشوفكم إن شاء الله على خير في المقطع الجاي. أشكر منتسبين القناة، وشكر موصول كل من دعمني بلايك وكومنت وشير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.